بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلم البشرية كلها طريق الصلاح وطريق الفساد حتى يجتنبوه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دستور يتبين لك به الصالح من الطالح، وما يحبه الله وما يكرهه، ويجب عليك أن تكون في محبة الله وأن تبتعد عن غضبه سبحانه وتعالى، فلا طاقة لك بغضبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام مرصوص جنب بعض، تقرأ تلاقي الكلام ظاهره أهو مرصوص جنب بعضه كده، إنما هو في الحقيقة كلام. إذن فالقاعدة الأولى هي أن الكلام وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل. وعندما تريد أن تقوم إنسانا لا تقومه بمحض الكلام، بل لا بد عليك أن تقوم عمله. وإذا وقفنا عند ظاهرة الكلام فإنها ظاهرة مضللة لا تؤدي بنا إلى تقويم صحيح. هذه القاعدة الأولى. ومن الناس من يعجبك قوله، لا بلاش قوله دي، لابد عليك أن تتأنى وأن تحكم عليه من فعله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكل قول حقيقة من العمل وحقيقة من الاعتقاد، فلا بد أن يتوافق الاعتقاد مع اللسان، الجنان مع اللسان، واللسان مع الأركان. شو بيقولوا ايه؟ يقول لك القلب واللسان والعمل. قالوا الجنان واللسان والأركان، الأركان اللي هي ايدك ورجلك وفعلك، عملك ايه. يتوافق الجنان مع اللسان واللسان مع الأركان. لا، ده يعجبك قوله. طب قوله المتعلق بإيه؟ بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وحثك على الخير وفعل الخير وعمارة الأرض وذكر الله. لا، ده قوله في الحياة الدنيا، قاصر على الاهتمام بالحس والحياة الدنيا، ومصمم أن يعزل هذا عن سياقه فلا يرجع بالدنيا إلى خالقية الله، لأنه قد همش الله، ولا يرجع بالدنيا إلى مآلها في الآخرة والحساب، لأنه لا يؤمن بالآخرة والحساب. فإذا ما وجهناه بذلك وهو نفسه حتى يخاطب الجماهير ويتلاعب بعقولهم ونفوسهم، يبادر وهو يعلم أن جمهور من حوله
يؤمن بالله. فماذا يقول؟ أشهد الله على ما في قلبي. الحكاية مش عايزة كلام، وشهادة ربنا عظيمة، ومش عايزة منك دعوة. وهو ألد الخصام. ايه مقياس انه ألد الخصام؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الفساد، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، الفساد بإراقة الدماء، بالعنف. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها كانت له النار. ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد قاعدة عامة ومبدأ قرآني عظيم يكتب. الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد في كل حاجة. اللي بيرتشي واللي بيغتصب واللي بيأكل أموال الناس بالباطل واللي بيدمر الأرض، كله ده تقول له كده والله لا يحب الفساد. اللي بيحتل الأرض، اللي بيظلم الناس، اللي بينهب الثروات، تقول له كده إن الله والله لا يحب الفساد. هذا الذي يتلاعب بمقدرات الشعوب ويحرك جيوشه لاحتلال الأرض والانتهاك العرض ولإسالة الدم، كل ده تقول له والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله وذكر وكشف أمام نفسه وأن الذي يفعله ويدعيه خيرا هو شر، أخذته العزة بالإثم. قال لا، أنا على الصح. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. رحل الله عقابه إلى الآخرة. ما هو جبار في الأرض، هتعمل له إيه؟ قال له على فكرة في اليوم الآخر أنت هتتعز. طب أنا مؤمن بالآخرة والأخلاف، وبيقول لك أنا ملياش دعوة إلا بهنا بس. ومن الناس في المقابل من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فاللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وبين لنا قرابك وافتح علينا فتوح العارفين واغفر قلوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا كلها وأعنا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. افتح علينا مرادك في كتابك يا رب.